الثالث من أيار مايو هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، ومهنة المتاعب عرضة للمتاعب من كل أدعياء الحرية في الغرب وأتباعهم في الشرق. تقليص مساحات الحرية، قتل صحفيين، اعتقال آخرين، ومنع قنوات من البث، فالرأي الآخر مرفوض. تسلط وهيمنة أمريكية صهيونية للتعمية على الحقيقة، وحشم وخدم ينصعون لإرادتهم صاغرين. لكن الضغوط تفجر العبقرية، فالغرب المتسلط أعجز من أن يحجب نور الشمس. يحتفل العالم في الثالث من أيار مايو في كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة كمناسبة للتعريف بانتهاكات حق الحرية في التعبير، وكذلك للتذكير بالعديد من الصحفيين الشجعان الذين آثروا الموت أو السجن في سبيل الحصول على الخبر والمعلومة. هذا اليوم هو بمثابة تذكير لبعض الحكومات بضرورة احترام ما تعهدته من دعم للحقوق الأساسية للصحفيين ولحق شعوبهم في الحصول على معلومات عن أحوال بلادهم وأحوال العالم. المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا أكدت أن حرية الإعلام هي المبدأ الذي يقتضي من المنظمات والحكومات أن تعمم ما لديها من معلومات وتسهل الاطلاع عليها لأي شخص يريدها، وذلك استنادا إلى حق الجمهور العام في أن يكون على دراية بالأمور. لكن في رأي المراقبين والصحفيين أنفسهم فأن حرية الصحافة نسبية، وأن ما يفقد حرية الصحافة نكهتها تسلط الحكومات وارتباط أصحاب صحف ووسائل إعلام وصحفيين بهذه الحكومات وأجهزتها الأمنية، فضلا عن الضغوط الخارجية، إذ ما يثير المخاوف هو أن تكون انعكاسا لضغوط الدول الكبرى ولا سيما الولايات المتحدة لمنع فتح الجرائم التي ترتكبها، حيث تبرز في هذا المجال بعض وسائل الإعلام التي تنقل رسالة المقاومة وتعطي مساحة في أثيرها لحضور قوى الممانعة للعنصرية الصهيونية. يذكر أن قناة العالم الفضائية كانت إحدى وسائل الإعلام التي دفعت من البث عبر القمرين الاصطناعيين عرب سات ونايل سات نتيجة إملاءات كل من مصر والسعودية. حول هذا الموضوع أرحب من بيروت برئيس المجلس الوطني للإعلام السيد عبد الهادي محفوظ، من طهران برئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية السيد مصيب النعيم، مع الترحيب بكما. سيد عبد الهادي محفوظ، إذا بدأت معك، يعني في اليوم العالمي لحرية الصحافة، هل فعلا الصحافة حرة؟ نظريا الصحافة حرة، بمعنى أن كل القوانين تنص على حرية التعبير وعلى الحق للمواطن في الاطلاع والاستطلاع وعلى ضرورة الوصول إلى المعلومة بحرية تامة. لكن المشكلة الفعلية هي أن المؤسسات والشركات الإعلامية الأساسية في العالم، أو ما يسمى الشركات الأولى في العالم، تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، أي أن هناك 300 شركة إعلامية أولى في العالم تحتكر الإعلام مبدئيا، ليس هناك من حضور فيها فعلي للعالمين العربي والإسلامي، بمعنى أن المعلومة التي تعطى ضمن هذه الشركات ليست حيادية، وهي تخدم مصالح معينة. ولذلك نجد أنه في موضوع مثلا الإعلام المقاوم ثمة محاصرة لهذا الإعلام والتضييق عليه، علما بأن القوانين والدساتير والشرعات الدولية تنص على حق الشعوب في المقاومة. بهذا المعنى مسألة الحريات الإعلامية التي تنص عليها القوانين هي مسألة نسبية. هناك يعني اليوم كم أصبحت الحرية الصحفية هي شعار أكثر منه واقع معاش وملموس؟ هناك الإعلام في خدمة المصالح، هذه هي الحقيقة التي ليس هناك من إعلام مستقل بالمعنى الفعلي، وخصوصا أنه في الوقت الحاضر تنوعت
وسائل التعبير. أصبح هناك الإعلام المرئي والإعلام الإلكتروني وما شابه ذلك، وهذا الإعلام المرئي هو إعلام مكلف. نعم. وبالتالي مبدئيا الموارد المالية التي تعود في مجال الإعلام المرئي هي فقط الإعلان وما يمكن تسميته الصناعة. نعم. التلفزيونية والإذاعية، أي البرامج دراما وما شابه ذلك، هذه لم تعد تكفي. والإعلان يسيطر عليه، واضح من الذي يسيطر عليه. جيد، سأتوقف معك عند هذه النقطة سيد عبد الهادي محفوظ. إذن الإعلام والصحافة تحكمها بالنهاية الأمر المصالح. انضم إلينا الآن من باريس ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط السيدة سوازيك دولي، مع الترحيب بك سيدة دولي. وفقا لتقارير منظمة مراسلون بلا حدود، فأن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تنعدم فيها حرية الصحافة. السؤال المطروح هنا، ما هي المعايير التي هذه المنظمة تعتمدها تحديدا لتحديد حالة حرية الصحافة في بلد معين؟ في معايير كثير بالنسبة لحرية الصحافة. مثلا زي كمراسلون بلا حدود نفكر زي كالمعايير جديدة لحرية الصحافة، القوانين، الاعتقالات الصحفيين، كمان الاعتقالات المدونين، وكمان لو الصحفيين محكومين عشان شغلهم. ده بعض المعايير جديدة لحرية التعبير ولحرية الصحافة في العالم بشكل عام. طيب سيدة دولي، نحن اليوم في اليوم العالمي لحرية الصحافة بحسب